السلام يا شباب، معاكم احمد حمدي، وفي الحلقه دي هنتكلم سوا عن ازاي تقدر توفر مساحه تليفونك او تفضي مساحه من تليفونك. هنمشي مع بعض في خطوات اننا نفضي مساحه عندك. هعرفك ازاي تقفل شويه ميزات عندك في التليفون او في التطبيقات اللي بتستخدمها بتستهلك المساحه عندك بشكل كبير، وفي الاخر هديك شويه تيبس برضو اعرفك ازاي تقدر تحافظ على مساحه كبيره من جهازك لفتره اطول بحيث ان مساحه تليفونك ما تتمليش بسرعه فتره قليله. اول خطوه وهي انك هتستخدم مساحه اي جهاز خارجي عندك، مثلا زي كمبيوتر او لابتوب، هارد خارجي عندك او كارت ميموري تقدر تضيفه لجهازك لو هم متاحين بالنسبه لك. لو مش متاحين نروح على الخطوه الثانيه على طول، وهتلاقي التايم لاين بتاع يوتيوب متقسم في خطوات، فتقدر تروح للخطوه الثانيه على طول من غير ما تتعب نفسك في تسمع الخطوه دي. واللي اقصده هنا انك كل فتره كده هتمسك تليفونك تشوف ايه الملفات المهمه وايه الملفات اللي ملهاش لازمه، ايه الصور اللي اتحملت لك بشكل عشوائي كده من التطبيقات، وايه الصور اللي انت فعلا عايزها وانت اللي مصورها وعايز تحافظ عليها. طبعا لو استهلكت شويه وقت من عندك كده انك تعمل الموضوع ده، على المدى البعيد هتلاقي نفسك اي صوره محتاجها، اي حاجه، اي ملف محتاج توصل له، هتلاقي عندك عامل زي ارشيف كده كل الصور موجوده عندك مثلا على كمبيوتر او على لابتوب. لو الموضوع ده متاح عندك فانت زي ما قلت لك هتنقل ملفاتك على كمبيوتر وتارشفها وتنظمها كده على كمبيوتر او كارت ميموري حتى في اضعف الايمان يعني. وكارت ميموري سعرها مش غالي جدا على فكره، اخر فتره كان كارت قابلني 32 جيجا كان عامل 70 جنيه قبل الدولار ما يعلى، فممكن دلوقتي تلاقيه برضه بسعر كويس. والتاني خطوه هي لها علاقه بالتطبيقات اللي انت بتستخدمها عندك على الجهاز، وكان في دراسه حصلت من فتره قريبه بتثبت ان جهازك تقريبا فيه اكتر من 50 او 100 تطبيق انت محملهم مش بتستخدم منهم بشكل فعلي غير 10 او 5 بس، فانت محتاج تقعد قعده عرب كده مع التطبيقات اللي عندك على الجهاز، تخش عندك الاعدادات تقعدوا كده سوا تمسح التطبيقات اللي ملهاش لازمه اللي انت حملتها عشان تجربها ونسيتها، او تطبيقات كنت متحمس لها فتره وبعد كده مبقتش بتستخدمها، لانها طول ما هي موجوده فهي بتستهلك عندك من مساحه الجهاز، ولو هي بتشتغل في الخلفيه او لا سيرفيس عندك بيشتغل في الخلفيه هتستهلك عندك من موارد كمان. تمام يا باشا، خلصت مساحه التطبيقات اللي ملهاش لازمه، تعالى لي بقى كده بالتطبيقات المهمه هنعمل معاها حركه لذيذه. التطبيقات عندك لما تيجي تخش عليها على المساحه التخزين عندك في الجهاز هتلاقيها واخده حاجه اسمها مساحه تخزين مؤقته، وحاجه اسمها كاش تقريبا، وحاجه اسمها بيانات التطبيق. انت هسيبك من بيانات التطبيق خالص، تمسح الاثنين الاولانيين وهتمسح الاثنين اللي قلناهم في الاول يعني الاولانيين. المهم انك هتمسح مساحه تخزين البيانات المؤقته بتاعه كل التطبيقات المهمه اللي احنا سيبناها من شويه. ليه؟ لان دي بتبقى بيانات التطبيق حملها بس عشان تقدر تشوفها ويعرضها لك على الشاشه، دي مالهاش علاقه بحساباتك اللي موجوده في التطبيقات دي ولا ليها علاقه باي حاجه مهمه. تشغيل الفيديوهات التلقائيه، لان ميزه بتعتمد على انها ان انت اول ما بتفتح الفيسبوك هو بيبتدي يحمل كل الفيديوهات الموجوده في التايم لاين، بس مش كلها، بيحمل من كل فيديو اول كام ثانيه عشان يوفر لك ميزه ان الفيديوهات تشتغل بشكل تلقائي من غير ما تستنى ان هي تحمل، فده طبعا بيجي على حساب باقتك وجهازك كمساحه. تمام، فانت لما بتفتح التطبيقات دي وتشوف ان في حاجات متحمله عندك بالفعل وانت اول مره تشوف وبتدي تشك في التليفون اصلا انت جايب نت منين تحصل عندك ربكه كده، لا، هو الموضوع ده بان التطبيقات بتحمل حاجه اسمها بيانات مؤقته بتفضل موجوده عندك على الجهاز وبتستهلك مساحه من الجهاز زيها زي اي فيديو او اي صوره موجودين عندك على التليفون فعليا، فالميزه دي ملهاش لازمه، ممكن تخش تقفلها من التطبيقات دي نفسها، وهسيب لك برده شرح ليها موجوده في الحلقه اللي فاتت، ممكن اسيب لك دلوقتي كده ايه شرح على الشاشه يبين لك برده ازاي تقفل الميزات دي. بس المهم من كلامنا دلوقتي ان هي دي بيانات التخزين المؤقته، لكن بيانات التطبيق نفسها دي بقى الحسابات اللي انت فتحتها على الجهاز وبيانات التحديثات اللي التطبيق حملها من ساعه ما انت حملت التطبيق. فانت لو مسحت البيانات دي بالغلط هتمسح كل حساباتك، هتعمل لوج اوت منها كانك لسه محمل تطبيق الفيسبوك او اي تطبيق يعني عليه الكلام ده. فاحنا اللي هنستهدفه دلوقتي هي البيانات التخزين المؤقته اللي مش هتاثر على تليفونك ولا تطبيقاتك باي حاجه، الموضوع امان يا برو، بس امسح التطبيقات دي او امسح البيانات دي بالذات عشان هتلاقيها فرقت معاك جدا في المساحه اللي واخدها التطبيقات اللي انت سبتها عندك على الجهاز. ثالث خطوه هي ليها علاقه برضو بالتطبيقات، لان هي طبعا التليفون يعني تطبيقات مش محتاجه حاجه يعني بسيطه. فثالث خطوه وهي ليها علاقه بالمتجر بقى اللي انت بتحمل منه التطبيقات، اللي كل شويه ايه يحمل لك تحديثات كده يمس عليك كل يوم الصبح كده تحديثين ثلاثه تطبيقات، وتلاقي مره واحده تليفونك ما فيهوش مساحه فاضيه انك تستخدم ملفاتك انت. فبعد ما مسحنا كل التطبيقات اللي ملهاش لازمه طبعا وسيبنا التطبيقات المهمه وعملنا فيها الخطوات اللي قلت عليها، التطبيقات المهمه دي برضه بينزل لها تحديثات بشكل دوري، بتبقى ممكن احجامها كبيره او قليله بس بتستهلك من جهازك، وتحديثات كتير قوي منها ما بتبقاش ليها لازمه وعادي التطبيق ممكن يشتغل من غيرها. طبعا بيحصل معاك موقف كده متكرر انك ممكن تيجي تفتح تطبيق ويقول لك لا ده في تحديث يا باشا، حمل التحديث واشتغل، ان هو زي ما يكون بيمسكك من ايدك اللي بيوجعك يعني، اللي هو ايه حمل تطبيق وحمل التحديث يا باشا ونشتغل، من غير تحديث مش هنشتغل. التطبيقات دي انت هتخش تحدثها بشكل يدوي، بس الفكره دلوقتي ان احنا هنخش على المتجر ونقفل التحديثات التلقائيه للمتجر.
هتخش على الاعدادات بتاعت حسابك وهتلاقي حاجه اسمها تقريبا تحميل تلقائي او تحديث التطبيقات تلقائيا، هتخش عليها زي ما ظهر قدامك على الشاشه، وبعد كده هتقفل التحديثات التلقائيه سواء على الواي فاي او على بيانات الهاتف. بكده المتجر مش هيبقى ليه اي صلاحيات انه يخش على تليفونك ولا انه يحمل تحديثات بشكل تلقائي ولا اي حاجه، انت بس التطبيق اللي انت عايزه هتخش تحدثه، وكده تبقى وفرت برده جزء من مساحه تليفونك كتحديثات ملهاش لازمه للتطبيقات. وبرده الخطوه الثالثه دي كنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت برده بتاعه استهلاك بتاعه تقليل استهلاك الانترنت، ارجع برده شوفها، الحلقه مهمه جدا والحلقتين مرتبطين ببعض. هناك كنت بعرفك ازاي تقلل استهلاك الانترنت، وهنا بعرفك ازاي تقلل استهلاك مساحه تليفونك. ف يعني ميك سنس الاثنين، انت كده كده تليفونك بيتملي من الملفات اللي انت بتحملها من الانترنت، فحلقتين مرتبطين جدا. معلش هما دقيقتين هناك اسمعهم ودقيقتين هنا اسمعهم، هيوفروا معاك جدا في استهلاك الانترنت واستهلاك تليفونك كمساحه. الخطوه الرابعه بقى هنتكلم هنا عن التطبيق اللي احنا بنقضي عليه وقتنا كتير، وهو الواتساب. وطبعا هناخد معاك كده تليجرام يعني لان هو برده فيه نفس الموضوع ده، بس هنتكلم دلوقتي على الواتساب بشكل اخص لان هو فيه ميزه تحميل الملفات بشكل تلقائي. اي حاجه اتبعت من اي حد في اي جروب او اي حته انت اصلا مش عارف انك متضاف فيها بتنزل عندك على الجهاز بشكل تلقائي، فانت هتخش دلوقتي بنفس الخطوات اللي على الشاشه تلغي تحديد من الحاجات اللي قدامك فهيبطل يحملها بشكل تلقائي. وهنا انت هتقدر انك تتحكم في الموضوع ده، ان اي حد يبعت لك ملف انت فعلا عايز تشوفه، ملف انت مهتم بيه، انت اللي تخش تحمله. وهتلاقي عندك الواتساب بقى بيستخدم مساحه اقل، وانت بقيت متحكم اكتر في الملفات اللي بتنزل عندك على جهازك. تخش بقى على مساحه التخزين عندك على الجهاز، وتخش على ملف الميديا اللي موجود في التليجرام واللي موجود في الواتساب. هتبص على الملفات اللي فيها الاول عشان لو عندك حاجه مهمه عايز تحتفظ بيها وتنقلها من الملفات دي لملف خارجي عندك برضو على الجهاز، وبعد كده تمسح ملفين الميديا بتاع الواتساب وبتاع التليجرام عشان هتلاقيهم موفروا معاك مساحه كبيره جدا من الفيديوهات والصور والملفات اللي اتحملت لك بشكل تلقائي وانت اصلا ما تعرفش ان هي نزلت عندك ولا عارف مين اللي بعتهم اساسا. خامس واخر خطوه انك تحمل برنامج من البرامج اللي هي بتنظف جهازك. طبعا لو انت من مستخدمين شاومي بيبقى عندك برنامج بشكل افتراضي نازل معاك على الجهاز في مدير الملفات، مش محتاج انت تحمل برنامج. لو انت معاك اي تليفون تاني وما عندكش في التليفون ده جاي لك معاه منظف للمساحه بشكل ديفولت مع الجهاز، انت هتحتاج انك تحمل البرنامج ولا يظهر قدامك على الشاشه، وهتلاقي فيه ميزات كتيره جدا غير ان هو ينظف الجهاز. بس انت في اطار شرحنا النهارده هتستخدمه بس في انك يشتغل كمنظف للملفات اللي انت مش قادر توصل لها، مثلا التطبيقات اللي انت مسحتها سايبها عندك على الجهاز، او اي ملفات مالهاش لازمه ما بتكونش بتاثر على ملفاتك انت الرئيسيه كصور وفيديوهات انت عايزها، تمسح بس ملفات في النظام بتاع الجهاز مالهاش لازمه و ابديتس قديمه مثلا او حاجه ما بقتش الجهاز بيستخدمها. فضروري جدا انك تحمل برنامج منظف للجهاز، ده هيساعد انك برضو توفر كام جيجا من جهازك بجانب الخطوات اللي احنا قلناها. بس سريعا كده نعيد عن الكلام اللي احنا قلناه، ما تحملش حاجات انت مالهاش لازمه مش عايزها، حاول تنقل ملفاتك وتنظمها بشكل دوري على جهاز تاني او على كارت ميموري حتى. حاول تقفل التنزيلات التلقائيه بتاعه المتجر وبتاعه التطبيقات السوشيال ميديا اللي انت بتستخدمها لو زي الواتساب والتليجرام. استخدم برنامج من البرامج اللي وظيفتها ان هي تفضي لك شويه مساحه من الجهاز، لان دي بتوصل لملفات انت ما بتقدرش توصل لها بشكل يدوي وما بتبقاش عارف ان دي مهمه ولا لا، فالسيستم بيقوم بقى بالموضوع ده بشكل تلقائي مع البرامج دي. انصحك جدا انك تسمع الحلقه اللي فاتت وهي عن زي ما قلنا توفير استهلاك الانترنت، مع الحلقه دي هتوفر معاك استهلاك انترنت ومساحه لتليفونك، وهتلاقي فعلا مفعول كويس جدا بعد الحلقه، وان شاء الله مش هتحتاج تتفرج على اي فيديوهات ثانيه على اليوتيوب في نفس الموضوعين دول. اشوفك فيديو جديد، لو انت اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس، قول لي اي مشكله مواجهاك في التليفون او في استخدامك للتكنولوجيا بشكل عام في الكومنتات. عندك برده اي اقتراح واي خطوه بتعملها بتوفر بيها مساحه على جهازك اكتبها لي برده في الكومنتات تحت، احب جدا ان اشوف كومنتاتك واقراها. لو عندك حتى اي كومنت تحفيزي اكتبه، بحب ان اشوف تعليقاتك واشوف مين متفاعل معانا على القناه عشان لو حبينا نعمل بعد كده اي جيف اوي او اي حاجه للمشتركين الداعمين لينا اعرف اختار كويس الناس اللي انا بشوفهم كتير. اشوفك فيديو جديد. السلام عليكم.